عشاق الكرة السورية في كل مكان، حان الموعد وجاءت اللحظة المنتظرة التي يرقبها كل جمهور الكرة السورية. مباراة تحولت لتكون مباراة حلم كبير، بدا هذا الحلم مستحيلا، لكن بهمة الرجال بهمة الأبطال أصبح الحلم مشروعا. هؤلاء الرجال الذين انتزعوا الألم ليزرعوا البسمة والأمل، نسور قاسيون اليوم على موعد صعب جدا لكتابة تاريخ جديد للكرة السورية للتغلب على ما يبدو أشبه بالمستحيل. عموما اليوم سوريا في ضيافة كوريا الجنوبية في سيول في العاصمة الكورية في ملعب كأس العالم بالتحديد. نسور قاسيون بقمصانها البيضاء تبدأ هذا اللقاء على يمين الصورة، بينما منتخب كوريا الجنوبية شمشون الكوري يلعب بالقمصان الحمراء على يسار السادة المشاهدين. بداية صاخبة في المدرجات، بداية قوية على أرضية الميدان، انطلاقة كورية خطيرة داخل منطقة الجزاء. النسور السورية تبدأ بهدوء، تبدأ وتحاول أن تعاود التحليق مجددا في السماء الآسيوية بحثا عن البطاقة الحلم والبطاقة المونديالية باتجاه روسيا 2018. عموما سوريا اليوم بقمصانها البيضاء بالقمصان الاحتياطية تبدأ اللقاء بالحارس إبراهيم عالمة أحمد الصالح كابتن الفريق طبعا، مؤيد العجان هادي المصري الوافد الجديد في غياب عمر ميداني، علاء الشبلي، محمود المواس، عمر خريبين، فهد يوسف، تامر حاج محمد، خالد المبيض، ونصوح نكدلي بقيادة الرجل صاحب الإنجاز السيد أيمن الحكيم. بينما في الطرف الآخر كوريا الجنوبية تحت قيادة المدرب الألماني الشهير السيد أولي شتيلكي أمامنا على الصورة اختار للقاء اليوم تشكيلة كورية على النحو التالي: سون تاي في حراسة المرمى، كيم جين سو، هيون سو، جوي سون، جونغ هو، ميونغ جين، نام تاي هي، كو جا تشول، كي سونغ يونغ، هينغ مين، وهاي جان. طبعا هذه انطلاقة أولى لصالح عمر خريبين. الكل يعرف ظروف هذه المواجهة، الكل ينتظر أن تحقق النسور السورية ما فعلت في المواجهة الأخيرة أمام أوزبكستان وسجلت انتصار غالي وثمين جدا وضعها في قائمة المتنافسين بصورة حقيقية على صعيد البطاقات المؤهلة لمونديال روسيا. المواس انطلاقة لا مجال لذكر الكثير، لا مجال للكثير من الأحاديث، لأنه الكل حاله يعني واضحة، يترقب هذا اللقاء، ينتظر ما ستفعل النسور في مباراة اليوم. تقدم عدد كبير من اللاعبين الكوريين داخل مربع العمليات داخل صندوق الكوري. هدف مبكر بصاروخية كورية، جون هو يستغل الغفلة الدفاعية. بداية كورية مثالية، البداية التي كنا نخشى منها على المنتخب السوري هي الانطلاقة بهذه الصورة من جانب الشمشون الكوري الجريح والذي جاء ليعوض اليوم. لكن إبراهيم عالم يطلب من زملائه التماسك، يطلب من زملائه الهدوء. كما قلت هي البداية المثالية للمنتخب الكوري، هذا ما كان يبحث عنه السيد شتيلكي في مباراة اليوم، لأنه يعرف لو تأخر الهدف ستتعقد المهمة من سوء حظ المنتخب السوري ومن حسن حظ المنتخب الكوري. ضاعت الكرة وضاع التركيز في هذه اللقطة. هادي المصري لم يتمكن من إبعاد الكرة التي أخفق أساسا في إبعاد علاء الشبلي. الوافدين الجديدين إلى التشكيلة، اللاعبين الذين يبدأان اليوم وغابا طبعا عن اللقاء الماضي. كرة فيها إبعاد غير موفق يتبعها بقوة صاروخية جونغ هو. الكرة من هناك لعلاء الشبلي، علاء عودة للخلف، أحمد الصالح، لمسة طويلة أمامية لكن أقرب إليها الدفاع الكوري. تعود من جديد سوريا، سوء تفاهم ما بين عمر خريبين وخالد المبيض. كرة باقية لازالت يعني بحوزة الدفاع الكوري، ابعاد غير موفق، عجان يستعيد المحاولة، كرة طويلة من عجان، خريبين في التمهيد، فهد اليوسف في الاستقبال والتسديد، لكن كرة بعيدة من فهد، بعيدة، محاولة جيدة، مطلوب أن تكون الكرات أكثر تركيزا، مطلوب أن يتقدم المنتخب السوري ويركز أكثر أمام منطقة الخطر الكورية، أمام شباك الحارس السون تاي الذي لازال في مأمن، لازال حتى الآن لم يختبر بالصورة المطلوبة. هذه كرة اليوسف بعيدة كل البعد، لكن تحسب لفهد المحاولة وتحسب للمنتخب السوري. الدعوات من القلب، الدعوات كثيرة، دعوات بكل تأكيد لم تتوقف منذ لحظة الانتصار على المنتخب الأوزبكي بأن يتوفق المنتخب السوري في لقاء اليوم. كرة ثابتة لصالح منتخب سوريا، المواس على التنفيذ، تمنى أن تكون بوابة العبور للشباك الكورية، طويلة من المواس، خطيرة داخل منطقة الجزاء، فيها تصويبة أول الشبلي يطيح بهدف التعادل. على الشبلي يطيح بهدف التعادل، كرة يأسف عليها
المدرب أيمن الحكيم، لأن التعادل كان قريبا. علاء الشبلي مرة قريبا من كرة التعادل، هذه كرة شبيهة جدا بما حصل في كرة الهدف الكوري. حرام يا علاء، حرام يا علاء، كرة الهدف كانت قريبة، التعادل كان هدية كورية، لأن الدفاع الكوري لم يتمكن من التعاطي مع الكرة الثابتة بصورة مثالية. لكن الحسرة بكل تأكيد على وجه المدرب أيمن الحكيم لضياع فرصة هدف أكيد. مواس يفضل على ما يبدو تنفيذ كرة طويلة على غرار ركنية مباشرة داخل منطقة العمليات. هذا محمود المواس أمامنا على الصورة، طويلة من المواس باتجاه ناكدلي، كرة بالرأس قصيرة من ناكدلي تعود للمواس مرة أخرى، لكن أمامه اللاعب الكوري سون هينغمين. كرة هينغمين طويلة أقرب إليها بتعقل هذه المصري، يحولها أمامية باتجاه خريبين، خطيرة المحاولة، فهد يوسف من بعيد يصوب أرضية في مكان تواجد سونداي. كرة سورية، لمسة وتصويبة قوية من فهد اليوسف على مشارف منطقة الجزاء، أخذ خطوة يعني وضع الكرة أمامه ووضع الكرة على القدم اليمنى المفضلة ليصوب بقوة، لكن في مكان تواجد سونداي تبقى الأمور على ما هي عليه. كوريا هدف، سوريا حتى الآن لم تسجل، كبير ما بين الكبار، عملاق ما بين العمالقة، لذلك كما قلنا شتيلكا كان متخوف في مباراة اليوم. هذه محاولة كورية في وسط الميدان، من جديد انطلاقة مشترك، الكرة باقية لصالح المنتخب السوري، وعلاء الشبلي ساقط على أرضية الميدان أيضا بتواجد لاعب منتخب كوريا الجنوبية. لمسة خارج الميدان عن طريق صاحب الهدف الوحيد جونجو. اشتباك غريب ما بين الشبلي ولاعب المنتخب الكوري، غير قادرين على التخلص من هذا الاشتباك. عموما الكرة تعود لصالح مؤيد العجلان في انطلاقة عكسية، كرة بينية لكن بعيدة، بعيدة كرة العجلان، بعيدة تماما. مطلوب تركيز، بعض التركيز، يعني المنتخب الكوري منتخب كبير وعملاق آسيوي كبير وتاريخ كبير، لكن اليوم المنتخب السوري يعني قادر على مقارعة المنتخب الكوري، قادر على وصول إلى شباك الحارس سونتاي. هذه اللقطة يعني الطريفة التي حدثت ما بين الشبلي واللاعب جوجاتشول، اشتباك اللاعبين وترابط اللاعبين عن طريق نام تاي هاي أو نام تايهي. كرة مقطوعة، فهد اليوسف أقرب إليه لكن يتقدم من الخلف اللاعب الكوري في انطلاقة، في التصويبة بعيدة كل البعد، بعيدة كليا، بعيدة تماما عن شباك إبراهيم عالمي. والجمهور الكوري الكبير في المدرجات يتفاعل مع لاعبيه، وخاصة بأنه يشعر بأنه أمام منافس قوي، أمام منافس وخصم صعب في هذا اللقاء. يعني المنتخب السوري أداء تصاعدي في هذه التصفيات من لقاء إلى لقاء، ثقة تزداد، مهارات يعني تصبح أكثر. إذا ما أردنا أن نختصر الدقائق الطوال السريعة التي مرت من شوط المباراة الأول، نقول تكافؤ كبير ما بين المنتخبين وأفضلية كورية بكرة واحدة. انطلاقة من خريبين لكن تصويبة في أحضان الحارس الكوري، تسديدة في أحضان سونتاي، كرة عمر جميلة، تسديدة جديدة تجعل دائما الحضور السوري قوي في هذه اللحظات الأخيرة. انطلاقة مجددا عن طريق المواس، ناكدلي من هناك، البحث عن عرضية، ناكدلي كرة طويلة، اليوسف يقف على كرته لكن في مساحة ضيقة، في يعني مكان صعب جدا، لا ينجح فهد اليوسف في الحصول على الكرة الأخيرة، طالت عليه لتتحول إلى ركلة مرمى. السيد أيمن الحكيم يعطي التعليمات في آخر اللحظات، يعطي التعليمات على بعد ثواني من نهاية أحداث الشوط الأول في وقت الرسم الكامل. كرة باتجاه الناحية اليسرى إلى المواس، مواس يتقدم، محمود مواس، كرة بعيدة عن ناكدلي، اللمسة كان فيها سوء تفاهم، تأتي معها صافرة ختام أحداث الشوط الأول. وجه جميل للمنتخب السوري لكن للأسف تقدم وأفضلية كورية استغل فيها اللحظات الأولى وسجل هدف تقدم، هدف دون مقابل. هي نهاية الشوط الأول أحب الكرام، نلقاكم بمشيئة الله مع انطلاقة الشوط الثاني، حتى ذلك الحين لكم أطيب التحيات وإلى اللقاء. أما الآن فعودة إلى الاستوديو، عودة للزميل عبد العزيز النصر. الشوط الثاني انطلق منذ لحظات قليلة، كل الدعوات بالتوفيق
كل الأمنيات بنتيجة إيجابية للمنتخب السوري. دعوات من القلب من ملايين الجماهير السورية التي تفتخر بهذا المنتخب السوري الذي يقدم وجه كبير في التصفيات المونديالية. مباراة صعبة بكل تأكيد، والأخطاء غير مسموحة، هذه الكرات غير مقبولة في وقت أصبح حاسم بكل تأكيد من عمر اللقاء ومن عمر التصفيات. خطيرة لصالح المنتخب الكوري، محاولة داخل منطقة الجزاء عن طريق هينغ مين، عودة الخلف إلى جينسو، عرض يقرب إليه إبراهيم عالمي. إبراهيم عالمي يصل الكرة، كما قلنا شوط أول كان محترم من جانب المنتخب السوري، لكن المشكلة كانت بخطأ دفاعي مبكر أثمر عن هدف اللقاء الوحيد حتى الآن بتوقيع المدافع جونغو. النجم السوري الكبير إلى أرضية الميدان عوضا عن زميله فهد اليوسف، يستحق التحية فهد. قدم الذي قدم عليه الآن صاحب الخبرة والتجربة في رأس الخطيب إلى أرضية الميدان كبديل أول، كخيار أول للمدرب السيد أيمن الحكيم. إذن يغادر المتألق فهد اليوسف، 29 عام لاعب ومحترف الجزيرة الأردني، ويأخذ مكانه النجم الكبير في رأس الخطيب محترف نادي الكويت الكويتي إلى أرضية الميدان. في رأس الخطيب 34 عام، 52 لقاء دولي مع المنتخب السوري منذ عام 2001، 26 هدف دولي. كرة ثابتة خطيرة، فرصة كورية تمر بسلام، الحمد لله كرة مرت سلامات على شباك إبراهيم عالمي في غفلة جديدة من الدفاعات السورية. هذه الكرات هي الأكثر خطورة على مرمى المنتخب السوري، الكرات الثابتة فيها سوء تعاطي، سوء تعامل في بعض الأحيان. لاحظ كيف كان وحيدا، التغطية خلفه كانت بعيدة، لعب تايهي، من حسن الحظ الكرة جاورت القائم الأيمن لشباك العالمي بعد لحظات التفوق بعد الدقائق العشر الأولى التي تألق فيها المنتخب السوري. كرة من جديد في وسط الميدان عن طريق فراس الخطيب، يسقط تحت انظار حاكم اللقاء الذي يؤشر لمواصلة اللعب برغم السقوط والتعثر. والنمر إبراهيم عالمي يظهر من جديد، يأتي من بعيد لينقذ هذه الثغرة الدفاعية الواضحة بعد تباطؤ الثنائي هذا المصري وأحمد الصالح أمام المهاجم الكوري، لكن إبراهيم عالمي يظهر من جديد. عودة من جديد لصالح المنتخب الكوري، أيضا سوء تركيز في هذه اللقطة من جانب اللاعب الكوري سون هينغمين، كما قلنا محترف السبيرز لاعب نادي توتنهام الإنجليزي. فراس الخطيب مضغوط عليه، يخسر الكرة، عليه أن يكون أكثر حذرا في هذه اللقطات. الانطلاقة كورية فيها خطورة حقيقية، فرصة كبيرة لصالح المنتخب الكوري، تصويب والعالمي رائع كالمعتاد. إبراهيم عالمي وجد نفسه وحيدا أمام اللاعب الكوري الجنوبي تايهي، أمام غفلة دفاعية جديدة سورية، لكن روعة وبراعة وقوة وشراسة إبراهيم عالمي ينقذ من خلال الموقف بصورة مؤقتة، يرسل كرة إلى ركنية الصاروخية من تايهي، وهنا التدخل من إبراهيم عالمي، كرة خارج الميدان. إن شاء الله السلامات على الشباك السورية، وإن شاء الله استفاقة جديدة لنزول قاسيون، أداء أفضل نرجوه في الوقت القادم. خلالها كان يحتفل المنتخب السوري بهدف التعادل، والكرة العرضية قرب إليها الدفاع الكوري، يمسك الرأس من جديد أحمد الصالح من بعيد يصوب، لكن في أحضان سون تاي، تسديدة جميلة من أحمد الصالح، أقرب إليها اللاعب كيم جين سو. سو لمسة سريعة باتجاه جو جاتشول، جو جاتشول اللاعب الخطير لاعب أوكسبورغ الألماني، يمهد باتجاه تايهي، خطيرة فيها فرصة ومحاولة كورية، لكن تصويبة بعيدة تماما من كي سونغ يونغ أمامنا على الصورة. اللمسة رأسية نكدلي جميل، الكرة في انطلاقة في فرصة كبيرة، خريبي في التمهيد، الخطيب من جديد، الخطيب يصوب، الكرة تضيع، هدف سوري ضائع من جديد على فراس الخطيب. والله يا هدف كان في المتناول للمنتخب السوري، كرة كانت في المتناول، لكن الحارس السونتا يتألق، والخطيب يهدر فرصة التعادل لصالح النسور السورية. على الشبلي، على وانطلاقه من جديد، التامر على الأرض، أخربين نقدر اللي بتعمل قدم ومواص، ضاعت عليه الفرصة، والله يا حرام، أمام المرمى أهداف تهدر بالجملة من المنتخب السوري. لاحظ كرة الخطيب صوبها بقوة، لمسة صاروخية، لكن في مكان تواجد الحارس الكوري الذي أحسن إغلاق الزاوية. القائد الجديد الآن للمنتخب السوري فراس الخطيب يضيع فرصة التعادل المؤكد في مواجهة المرمى. كنا نتمنى أن يضع كل خبرة فراس في هذه الكرة.
كرة من جديد سونغ يونغ يلعبها أمامية خطيرة والعالم يتدخل، النمر السوري يخرج من مرماه ويتدخل من جديد. هذا نمر الكرة السورية بالفعل، هذا إبراهيم عالم الحارس المبدع المتألق ينقذ مرماه من جديد، ينقذ مرماه من بينية كورية قاتلة باتجاه سون هينغمين لاعب السبيرز لاعب توتنهام الإنجليزي. يتعثر في مواجهة النمر السوري، يتعثر في مواجهة النسر إبراهيم عالمي. عالم الشرف منطقة الجزاء، الحذر كل الحذر من هذه الانطلاقة، من هذه الفرصة الكورية خطيرة، المحاولة الكورية خطيرة عن طريق الكابتن القائد سون يونغ، والعلم في الزاوية الضيقة يغلق المرمى تماما في وجه الكابتن الكوري سون يونغ. انطلاقة كي سون يونغ راوغ وصوب صاروخية غير عادية، لكن بثبات بثبات الكبار بثبات المعتاد إبراهيم عالم ينقذ مرماه ويحول كرة إلى ركنية. صاروخية غير عادية من سون يونغ باتجاه مارتيك، يضغط مارتيك، الدفاع الكوري يبعد الكرة إلى ركنية. اللحظات الأخيرة ركلة ركنية لصالح المنتخب السوري، أربع دقائق يقدرها ويضيفها حكم المباراة السيد أدهم خادمي، وقت محتسب بدل ضائع، نتمنى أن يوفق بها منتخب سوريا في تسجيل التعادل، نتمنى أن يحتفل رجال المنتخب السوري بالتعادل في هذه اللحظات. عودي جفال يعكس العرضية في القائم الثاني، من هنا خطيرة الكرة، باقي المحاولة مشتركة في رأس الخطيب، الكرة على أخشاب المرمى، عودي جفال من جديد، الحظ يعاند المنتخب السوري، المنتخب السوري يصطدم بحظ عاثر بعارضة الحارس سون تاي، حظ عاثر حقيقة للمنتخب السوري في كرة فراس الخطيب الأخيرة. محاولة من جديد لصالح المنتخب السوري عن طريق الخطيب من الناحية اليسرى، بقي الكرة السورية، مؤيد العجان، فرصة الهدف ضاعت، لكن الفرصة مواتية في هذه اللحظات في هذه اللقطة. أحمد الصالح، أحمد الصالح، كرة بعيدة تماما إلى ركلة مرمى، الحظ يدير ظهر النسور السورية. يا الله على هذه الكرة، يا الله على هذه الكرة، لحظة لقطة غير عادية، يا الله على هذه الكرة، الحظ يدير ظهره، يسارية غير عادية، يسارية هائلة، لكن العارضة رفضت الهدف، غير محظوظ الخطيب في لقاء اليوم. فرصتين أمام المرمى، واحدة تصدى لها الحارس سون تاي والأخرى في العارضة. عموما الوقت ينتهي والصافرة تأتي، حكم اللقاء يعلن عن نهاية هذه المواجهة بانتصار كوري، هدف دون مقابل.